Çok çocuk yapsaydın kim bakacaktı çok çocuğa? Suriyelilerin çok çocuğu varmış, ondan geçiniyorlarmış. Suriyeliler bizden rahat geçiniyor. Allah... Ben öğrenciyim, saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben de Suriyeliyim ama ben de burada öğrenciyim, ama zaten Suriye'de savaş olmasaydı biz buraya gelmek zorunda kaldık. Git konuşma, hiç konuşma, git. Suriye'ye git. Suriye'ye. Zaten git. Bayrama gidiyorsun. Bayrama gidiyorsun. Baban getirdi. Sen benden daha rahat yiyorsun. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla aynen. Muz alıyorsunuz. Pazarda. في أحد برامج الشارع قبل أيام اشتكت مواطنة تركية من سوء الأحوال الاقتصادية في بلدها وكيف يعاني الأتراك هذه الأيام من ضيق الحال، ملقية اللوم على اللاجئين السوريين. حينها دار هذا الجدال الذي شاهدتموه قبل قليل مع شابة سورية لا تعرفها، قالت لها الشابة بأنه لولا الحرب لما أتينا. الحديث تطور فيما بعد ودخل رجل تركي على خط النقاش واختار الموس لإثبات حجته. فبحسب رأي هذا الرجل فإن الأتراك لم يعودوا قادرين على شراء الموز، فيما السوريون يشترونه بالكيلوغرامات على حد قوله. حينها ردت الشابة السورية بأنهم يشترونه بأموالهم وليس صدقة من هنا أو هناك. هذا الحوار تحول إلى ترند الأسبوع الماضي، وأطلق السوريون تعليقات ساخرة كثيرة على هذا الموضوع، مشتكين من لغة العداء والعنصرية المتصاعدة ضدهم منذ سنوات. لكن بعض الشبان اختاروا أن يسخروا بطريقة مختلفة وقاموا بعمل فيديوهات على تطبيق تيك توك تبين شراهتهم لأكل الموز وشرائه في رسالة موجهة بشكل مباشر ضد العنصرية. نتابع. Suriyelilerin çok çocuğu varmış, ondan geçiniyorlarmış. Suriyeliler bizden rahat geçiniyor. Allah, biz sade pazarda meyve sebze bakıyoruz, onlar kıyafet bakıyor. Ben benden daha rahat yiyor. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla aynen. Muz alıyorum. Ya Suri la takil muz, akafet Türkiye'yi sen. Pazarlardan. Kuaförden çıkmıyorlar. Kuaförden çıkmıyorlar. Ben kuaför. Ama biz paramızla gidip ödüyoruz. Beleşip şey yapılmıyor bize. السلطات التركية لم يعجبها ما قام به الشبان السوريون على الإنترنت، فطاردت كل من نشر فيديو ساخر على السوشيال ميديا، واستطاعت إلقاء القبض على 7 منهم، وأعلنت بأنه سيتم ترحيلهم بتهمة السخرية من الأتراك، وذلك بحسب مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، والتي قالت بأنها ما زالت تبحث عن آخرين شاركوا في الحملة، وهو ما أشعل حالة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من باريس أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي. دكتور رامي أهلا بك معنا. تابعنا هذا الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، تعليق آخر مضاد وتعليقات أخرى، وكبر الموضوع إلى أن وصل الآن إلى مطاردة السلطات التركية لبعض الشباب السوريين بتهمة السخرية وترحيلهم. هل الموضوع أخذ حيز أكبر مما يجب أن يكون؟ أهلا بك داني، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي بأن الحادثة تعبر عن وضع مأساوي يعيشه اللاجئون السوريين على امتداد السنوات الماضية في تركيا. هنالك عدة نقاط اسمحي لي بالإشارة إليها. النقطة الأولى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته أدخلوا السوريين أو اللاجئين السوريين على وجه التحديد في الصراعات السياسية الداخلية. أكثر من ذلك تم إدخالهم أيضا في العلاقات التركية الخارجية مع أوروبا على وجه التحديد. النقطة الثانية أن تركيا تشهد موجة يمينية غاية في التطرف، وهذه الموجة تتوجه الآن بشكل مباشر باتجاه السوريين. الأمر ليس مناط فقط بأحزاب المعارضة، وإنما أيضا بالحزب الحاكم الذي يرى أو يريد أن يضع سياسة أو خطابا إعلاميا يحمل السوريين مسألة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وهنا نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي لا تقل أهمية أن هنالك أو أوضاع اقتصادية سيئة للغاية تعيشها تركيا، ومن نافل القول بأن اللاجئين ليس لهم ناقة ولا جمل في هذه الأوضاع الاقتصادية، وإنما هي نتيجة سياسات حكومية، نتيجة سياسات أردوغان، ونتيجة أيضا للسياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس التركي. وبالتالي السوريون أو اللاجئين السوريين هم الطرف الأكثر ضعفا على الساحة التركية، الذي يمكن أن يتحملوا أو يحملهم الإعلام، إعلام حزب العدالة والتنمية، مسؤولية ما يجري. بالمناسبة الحكومة التركية لا تدفع أي شيء للاجئين، وإنما هي مساعدات من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه النظرة باعتقادي أنها سادت، والآن يرتفع منسوب العنصرية إلى حد كبير للغاية. طيب دكتور رامي، يعني شاهدنا الكثير من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الاعتداء، وربما الاعتداءات الكثيرة التي تعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا. هل هناك أي قوانين تحمي اللاجئ السوري في تركيا، ولو حتى على مستوى حقوق الإنسان؟ دعينا نشير إلى أن هنالك جريمة ارتكبت بحق اللاجئين السوريين منذ وصولهم إلى الأراضي التركية منذ بدء الأزمة السورية في العام 2011، وهي عدم تصنيفهم باعتبارهم لاجئون. لا يوجد إطار قانوني عمليا أو على أرض الواقع. هؤلاء هربوا نتيجة الصراع الموجود في سوريا، وبالتالي يجب أن ينضموا ضمن الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة ما بين الدولة المستضيفة واللاجئ. وبالتالي هنالك حقوق، حق الحياة وحق الحرية وحق التنقل وكل هذه، وحق العمل أيضا. كل هذه حقوق يضمنها القانون الدولي ويضمنها الاتفاقيات الموقعة عليها تركيا، ولكن تركيا رفضت أن تصنف هؤلاء باعتبارهم لاجئين حتى لا تقع هنالك أعباء قانونية عليهم، وصنفتهم تحت اسم فضفاض للغاية، الأنصار والمهاجرين في بداية الحديث، والآن يتم الانقلاب عليهم لأن هؤلاء لم يعودوا مفيدين من الناحية السياسية للرئيس التركي وحزبه. أضف إلى ذلك، وهنالك نقطة على غاية من الأهمية، أن هنالك ميل نحو القومية المتشددة، خصوصا بعد التحالف الذي جرى ما بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية. وبالتالي الخطاب اليميني يرتفع، الأزمة الاقتصادية تتعمق أكثر وأكثر، والسوريون يدفعون الثمن باهظا من خلال الاعتداءات التي أشرت إليها، من خلال ملاحقتهم في اسطنبول أكبر المدن التركية، من خلال الآن ترحيلهم لأدفى الأسباب. وهذا يشير إلى أن تركيا ليست الآن دولة قانون، وإنما هي دولة الرجل الواحد، هي دولة تحاول أن تقدم سياسات شعبوية حتى لو كان الضحية هو اللاجئ السوري. أشكرك دكتور رامي على المشاركة معنا. دكتور رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية، كنت معنا من باريس.